بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مباركة على الجميع، وهذا الدرس الأول، كيف تكسب $1,000 من اليوتيوب شهريا. الآن باستخدام فقط الجوال والواتساب. في الجوال طبعا انت مطلوب منك تسجل فيديو بطريقة معينة او خلفية للفيديو عن طريق تسجيل الشاشة في برنامج دحين نستعرضه في السامسونج اللي هو سكرين ريكوردر. هنا موجود هذا سكرين ريكوردر، فتشغل البرنامج وتسوي فيديو تتعلم. الآن ايش يحتاج لك عشان اليوتيوب الناس يتابعوك في اليوتيوب؟ طبعا انت ممكن تسوي بث يومي او بث اسبوعي، مي مشكلة، بس عشان الناس تتابعك ويبدأ اليوتيوب يعطيك فلوس لازم تسوي قناة في اليوتيوب. انت ما تحتاج، يعني عندنا نحن مجلة وقناة فنستضيفك عندنا. إذن أنت محتاج، يعني حنتواصل معك لما اليوتيوب يبيعطونا مبلغ. طبعا عشان أنت الدرس يعتبر تعليمي فممكن نطلب من اليوتيوب إنه ما يعطونا فلوس، ماشي كده؟ اليوتيوب حيفضل يعطينا فلوس، يعني ما يعطينا فلوس من الدعاية، يعني ما ينزل دعاية. فحتى طبعا انت تقدر توصل لدرجة انك انت تعمل قناتك لوحدك، عرفت كيف؟ يعني نحن نوصل الشخص او سواء شاب سواء دكتور دكتورة أي أحد، يعني في مجال، في مجالات عندنا طبعا في المجلة مجالات كثيرة. نستعرض الآن المجالات الموجودة عندنا. فهو أهم شيء أنك أنت في موضوع معروف للناس، يعني معروض في مجلة، يعني إحنا عندنا 16 موضوع وأكثر كمان، يعني ممكن تصل إلى 32 موضوع، يعني كل اللي هو يسموه في المجلة طبعا يسموه أرتيكل أو عمود أو اللي يكون، يعني أنت لما تكتب في مجلة تكتب عندك عمود. فعندنا أكثر من 32 موضوع تكتب فيه. طيب خلينا ننتقل إلى المجلة. أنا هنا بستعرض، اليوم نعطي درس مجاني، بستعرض هذا الدرس كيف تتعلم تعمل فيديو، على أساس كيف تتعلم تسوي الفيديو بدون مجال من مجالات الحياة، بدون في مجال مجالات الحياة اللي هي في المجلة. طبعا المجلة فيها مجالات الحياة. إذا عملت فيديو معروف، إذا عملت فيديو نقدم هنا شوية مبلغ عند الناس، يعني الناس بدأت المجلة مستهد الصوت. هذه طبعا هنا المجالات، المجالات يعني هنا نوقف، هذه المجالات. فعندنا هنا طبعا المجلة سكوك وقف مك، دائما وقف هذا موضوع، موضوع اقتصادي، يعني المجلة نفسها بتساهم في الوقف، ممكن دخل نص دخل المجلة بتدي للوقف. فهذا نوع من يعني نوجه الناس. طبعا الوقف، في وقف المساجد تبني مسجد او في وقف، فانت توجه نص الفلوس الى الوقف،
دخلك، فصرت وقفت أو تلت يعني على الحد الأدنى تلت. فأنت مثلا لو جاك $1,000 وديت $300 تبرع للمجلة، فيخصم أقل شيء 30%، وممكن من 30% إلى 50%. إذا أنت إذا وصلناك لمرحلة $1,000 حنعطيك $500 أو $700، وهذا شيء جيد يعني من الجوال. الدرس طبعا احنا نريد ناس جادين، فممكن تحط تأمين $200، لو ما حسيت انك تستمر ترجع لك فلوسك. طبعا لمين؟ مو للشركة ولا للمجلة، لي أنا اللي أنا مقدم الدرس، لأنه أنا أختلف عندي لكل اللي بيقدم دروس، لأني أنا بعطيك المحتوى. يعني أنا مصرح لي لأن أنا رئيس تحرير أسرة تحرير المجلة إني أساعدك في المحتوى. مثلا أنت بتختار ساينس العلم، يعني عندك أنت سمارت هذه العلم والعلوم والرياضيات ماث، وأهم شيء الآرت ريتروفيت هذه الثالثة اللي هي الاختراعات، يعني الآرت اللي هو الفن أو فن إعادة الصياغة والاختراع، إعادة المنتج أو تطوير المنتج اللي هو ابتكارات، وفي التكنولوجيا. فهذه مواضيع يعني أنت ممكن تتكلم في الساينس لحالة، ممكن تتكلم في الوقف إذا عندك خبرة وكذا، أو نحن طبعا أديناك يعني نحن في الدروس هذه بندرسك، يعني $200 بندرسك أنت تختار مجال من المجالات. يعني أول شيء نفهمك المجالات. طبعا من أفضل المجالات والأشياء اللي هي بعد الكورونا الأرت ريتروفيت اللي هي ابتكارات والفاليو إنجينيري، طبعا مو لازم تكون مهندس، والأكسجين، هذه كلها أشياء جديدة. طبعا ليفا هي تقنية اللي هي تقنية التكييف، التكييف بالأكسجين اللي هي أول واحد في اليسار. فأنت عندك الجايد بوك الصف هذا اللي هو في أكتوبر إن شاء الله أول عدد، حيكون يتكلم عن ليفا وعن العلم وعن الهابيتات. إيش الهابيتات؟ يعني خلينا عن عدد، أول عدد في أكتوبر حيتكلم عن 3 مواضيع مهمة جدا. ليفا، نبدأ بليفا، ليس إنرجي أول فريش إير، عن الطاقة والتهوية والفريش إير يعني التكييف بالأكسجين. طيب وعن الساينس وعن الهابيتات. إيش الهابيتات؟ الهابيتات هي البيئة، البيئة التي يسكن فيها الإنسان نقصد. طبعا هي البيئة يسكن فيها الإنسان والحيوان وكل البيئة الخارجية، لكن البيئة الداخلية يسكن فيها الإنسان والحيوانات الأليفة مثلا كلب وبس وكذا، فكيف تكون خالية من التلوث وما فيها كورونا. طبعا حنستعرض طريقة تكييف، أو حينزل تكييف إن شاء الله، صناعة لمكيفات تشفط الكورونا من المساجد وتقلل الطاقة، لأن يعني المجلة هذه يعني في شركات كثير مساهمة فيها عالمية، يعني هي لثقافة التقنية ما بعد كورونا والاقتصاد ما بعد كورونا، كأننا ندعو إلى اقتصاد الوقف وتقنية الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية والابتكارات وإنتاج الماء من الهواء، يعني بطاقة شمسية الماء بدل من البترول، لأن كل الماء الشرب الآن من البترول، هنا يدخل في الأكسجين وليفا وكذا. الآن ماء الشرب كله، ماء الشرب القوارير اللي في البلاستيك من البترول، حتى نفس القنينة أو القارورة من البترول. فنحن نبغى نغير، يعني على الأقل الماء من البترول كيف؟ يعني ينتج من البترول، التحلية حقته طاقة كهربائية من البترول، فنحن نبغى طاقة شمسية، تحلية المياه تكون بطاقة شمسية، والمحتوى أو القارورة تكون من الكرتون وكذا، فصار مو من البترول، يعني مو من طاقة الكهرباء، فهذا الماء بديل ومن مصدر مستدام وطاقة مستدامة، يعني ما ينتهي. يعني حتى الأماكن اللي فيها مجاعات وما فيها موية ممكن نسوي مشاريع فيها
وطبعا هنا تملك الصناعة وتملك الزراعة وتملك. نبقى نتكلم في المواضيع دي، نبغاك انت تتشجع تختار موضوع، وفي نفس الوقت ان شاء الله يجيك دخل $1,000 في خلال 6 شهور لو التزمت، يعطيك دروس مجانية لك يعني ساعة في اليوم إلى ساعة، لأن الأسبوع 16 ساعة هنقسم، ماشي؟ للمواضيع دي. فهنا استطعت أنا أن أعطيك درس أو دروس مجانية. هذا الدرس رقم 1، فإن شاء الله يمكن كل يوم أنزل تحت نفس العنوان درس 1 أو درس 2، تكسب $1,000 شهريا من اليوتيوب. السلام عليكم.